سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آفية السوريين للسوريين. هالبلد كتير بحاجة لأولاده، بحاجتهم مع بعض ولبعض، ومن هالحاجة طلعت منظمة بلد لنهضة البلد، وهي منظمة مجتمع مدني سورية غير ربحية غير سياسية. هدفها أن تشتغل مبادرات تنموية من خلال دعم وتطوير مشاريع بعدة مجالات لتمكن المجتمع السوري من النهوض وتحقيق التنمية المستدامة. أهم المجالات اللي بتركز عليها منظمة بلد بمشاريعها هي المجال الاقتصادي، المجال الاجتماعي، المجال الثقافي، مجال السلم الأهلي والعدالة الانتقالية، وبتركز أثناء شغلها على تحقيق مجموعة من القيم اللي هي المصداقية والشفافية وروح الفريق والمبادرة والتعاون والتشاركية، ضمن مجموعة مبادئ ما بتحيد عنها وهي الحيادية، النزاهة، التضحية، حس المسؤولية، احترام الآخرين، العدالة والمساواة والاستقلالية. وهذا مو بس حكي، منظمة بلد أثبتت إن قول وفعل من خلال كتير مشاريع ومبادرات أنجزتها من بداية تأسيسها لهلأ. ومن أهم مشاريعها مشروع رغيف البلد لتوزيع الخبز المجاني على 2900 عائلة، يلي بيتضمن شراء القمح وصناعة الخبز وتوزيعه للعائلات المحتاجة والعائلات النازحة بمناطق أثارب وحلب ودارة عزة. تم توزيع 112500 ربطة خبز. وكمان من مشاريع الإغاثية مشروع دفيني واحد ودفيني اثنين، يلي وزعوا من خلاله الألبسة الشتوية والحرامات ومواد التدفئة بمناطق متفرقة من اللاذقية وإدلب وحلب. ومشروع مدرستي يلي بيهدف لتجهيز 7 مدارس آمنة بمدينة حلب بقدرة استيعاب 2100 طالب. هذا طبعا غير المشاريع الترفيهية للأطفال من أعمال مسرحية، دورات رياضة وغيره. ولسه في مشاريع كتير عملتها منظمة بلد، مشاريع كتير عم تجهز لها كمان، وللأسف الوقت ما بيكفي لأحكي لكم عنها كلها، بس فيكم تتعرفوا عليها بزيارة موقع المنظمة أو صفحتها على الفيسبوك يلي بتلاقوهن برابط الحلقة. هلأ قبل ما أودعكم بدي أذكركم إنه فينا ندعم بعض ونكون لبعض من خلال المبادرة والتطوع وتقديم الدعم للمنظمات اللي عم تشتغل مشان السوريين بكل مكان، لأنه مثل ما بتعرفوا نحن كلياتنا سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آفية السوريين للسوريين.